نتكلم في شابتر في تشابتر 4 على ماي مايز دايز ماي ماذر دايز. بيتكلم هنا ان خلاص الاجازه خلصت وان الولاد المفروض يروحوا المدرسه، رجعوا تاني بيوتهم. فديفيد لما يرجع البيت هيلاقي مامته قاعده ماسكه ولد صغير كده وقاعده تلعب معاه. هيعرف بعد كده ان مامته كانت حامل وولدت البيبي الصغير ده، هو كان ولد وما كانش مسموح لديفيد تو تاتش اور تو بلاي ويز ذس بو ذس بيبي، ما كانش مسموح له ان هو يلعب ولا يلمس الولد ده طبعا از بانشمنت، كان نوع من العقاب. تمام. طب ايه اللي حصل؟ واحده بواحده كده مس ميردستون الاو ديفيد تو تاتش ذا بوي تو كاري ذا بوي اند تو بلاي ويز هيم، سمحت له ان هي يمسك الولد ويلعب معاه شويه صغيرين. تمام. and to dine with them on the dining room او يتعشوا مع بعض على ترابيزه الصبح. بيقولي بعد كده لما الاجازه خلصت it's over David went back to school and on his birth on his 10th birthday في عيد ميلاده العاشر حصلت مفاجاه. what was the surprise Mrs. Crickle المدير اللي هي مرات زوجة المدير اللي هي مرات مستر كريكل asked David to come to her room، طلبت منه انه يجي. She told him she had a letter. She was very sad. She told him that his mother and his little brother died. قالت له ان مامته واخوه الصغير ماتوا. طبعا ديفيد felt very هو في sad. المدرسة؟ اه هو في المدرسة. احنا قلنا هو قاعد مع مامته وبعد كده الاجازة خلصت رجع المدرسة تاني. هو في المدرسة بقى في يوم عيد ميلاده العاشر، يعني هو كان لسه عنده 10 سنين بس، جاله خبر ان مامته واخوه الصغير ماتوا. طبعا he felt sad كأي طفل صغير. He felt alone. بابا ميت، مامته ماتت، ما عادش له حد. ايه اللي هيحصل؟ مستر ميردستون طبعا هيبقى هو الموجود في البيت. مستر ميردستون مجرد ما يدفنوا مامة ديفيد، مس ميردستون هتفطرد مس بيجاتي بره البيت ولا تفضلي مع السلامة. مستر ميردستون هيخلي ديفيد ما عادش هيخليه يروح المدرسة. ليه؟ هيقول له I can't afford paying money for you، أنا ما أقدرش أصرف على مدرستك. You have to work and to support yourself، لازم أنت تشتغل وتصرف على نفسك. هو لسه عنده كام سنة؟ 12 10 سنين. تمام. هنشوف إزاي ديفيد وهو صغير جدا اتعرض للحياة أو اتعرض للمواقف المأساوية اللي خلته يبدأ تغير في شخصيته وتخليه راجل يعتمد عليه. نفس القصة بتاعت أوليفر تويست بتاعت صف سادس. أوليفر تويست مختلفة شوية لأن أوليفر تويست كان فيه حرامية وفلصوص، وكان ديفيد حظه أفضل شوية من أوليفر. أوليفر اتبهدل. أوليفر كانت مأساوية. أوكي. إنما ديفيد على الأقل مامته كانت موجودة، وبعد كده هنشوف عمته هتربيه وهتخلي بالها منه، هيبقى أفضل شوية من أوليفر. أوليفر كان صعب. عمته هترجع. آه هترجع إن شاء الله، بس شوية كده. شابتر كمان شابتر. My mother dies. Seeing the faces of Mr. or Miss Murdstone was fearing David when he reached home. But much to his joy, they were not there. بيقول لك ان هو لما كان راجع البيت كان خايف يشوف وش مستر اند مسز ميردستون. فالحمد لله لما رجع ما لقاهمش في البيت. اوكي؟ نمبر 2. David mother was sitting by the fire singing and feeding and infant David's new baby brother. كان اتاكل كده وتغني البابي صغير اللي هو اخو ديفيد. When David gave Bigatti the message. When David gave Bigatti the message from Parkes, she covered her face with her apron and laughed. She said that she wouldn't have him or anybody. برضو خلي بالي من الجزء ده. بيقول لي هنا لما ديفيد ادى لميس بيجاتي الرساله بتاعت مستر بيركس ان هو he wanted to get married or he wanted to marry her، she was embarrassed and she laughed. he covered her face with the apron، غطت وشها بالمرياله بتاعت الطبيخ بتاعتها عشان مكسوفه يعني. and she told him no 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 I'm not gonna marry، انا مش هتجوز حد. تمام. طبعا كلارا دي مس كلارا كوبرفيلد قالت لها لا ده طبيعي ان انت هتتجوزي في يوم من الايام ودي سنه الحياه وهكذا. Number four, David's mother told Bigatti that she should marry someday. هتتجوز في يوم من الأيام أكيد. That night was the only happy time of David's vacation. ولكن اليوم ده كان أسعد يوم من أجازة ديفيد. ليه؟ Because the next day Miss Murdstone put an end to David's dining with Bigatti and his mother and his holding his brother.
يعني بتقول له مس ميردستون بتقول له او وعدته ان بكره ان شاء الله هخليك تتعشى معانا وما عندكش تتعشى مع بيجاتي، وان انا تسمح له ان هو يمسك اخوه الصغير او يشيله. نمبر 5 when was David's 10th birthday he was called birthday he هنا دلوقتي خلاص الاجازه خلصت، الاجازه خلصت وهو رجع المدرسه، فبيقول ان هم لما رجع المدرسه بقى وكان عيد ميلاده العاشر he was called out of class، تم يعني طلب ندوا عليه او طلبوه انه يروح اوضه المدير. ديفيد accepted that it was كان ديفيد متوقع ان هي جاي له هديه من بيجاتي مثلا. ديفيد found that headmaster wife with a letter in her hand looking at him gravely and told him that his mother and brother had died. للاسف ان كانت ماسكه الخطاب وكانت زعلانه وقالت له ان ايه his mother and brother died. طبعا as David stood crying at his mother's grave، قعد بقى يبكي على قبر مامته، he felt more lost and more lonely than ever. يعني حس بوحده شديده وحس ان هو ضايع اكتر من الاول. before in his 10 years of life. طبعا يعني هو في موقف لا يحسب عليه. The first thing Miss Murdstone، أخلي بالي برضو من النقطة دي، the first thing Miss Murdstone did after David's mother's funeral was to dismiss Bigotti. مجرد ما مامة ديفيد ماتت وعملوا الجنازة بتاعتها راحت طاردة Bigotti بره البيت. Number 8 David wanted to go to Bigotti brothers home because Mr. and Mrs. Murdstone paid no attention to David. So David خلي بالي برضو ان هو بيقول لك ايه، بعد بقى الجنازة كان هو قاعد مع مس ميردستون ومستر ميردستون، بيجاتي خلاص سابت البيت، فهو كان متضايق لأن لا مس ميردستون بتعبره ولا مستر ميردستون بيعبروه، الاتنين مش مديله أي اتنشن أو أي اهتمام. فهو عرض عليهم قال لهم أنا عايز أروح عند مستر بيجاتيز هاوس، بيت مستر بيجاتي. هما طبعا لو أنت مكانهم هتوافق ولا مش هتوافق؟ لو أنا مثلا لأ. لأ أنت محترم. طب محترم يا دكتور. لا هما اوكي you can go away it's okay you can go عادي روح ماشي اوكي تمام. هما طبعا هيسمحوا له ان هو يمشي، هما اصلا مش عايزينه. هنا بيقول لك so David wanted to go to Bigotti to be with her and to tell little Emily about his troubles. كان عايز يروح يحكي لإيميلي اللي حصل له. تمام. Mr. Murdstone was very agreeable، كانت مرحبه طبعا، to the thought of getting David out of the house، كانت عايزه يطلع بره البيت. David couldn't live with Bigotti. خلي بالي بقى هنا بيقول لك ان هو بعد طبعا ما راح لها في البيت، راح لبيجاتي في البيت لقاها اتجوزت مستر بيركس. بيقول هنا ان هو he couldn't live with Bigotti because she married Burks and went off to live in Burks' neat cottage even though Bigotti told David that there will be a special room in her house for him at any time. يعني طبعا بيجاتي كانت بتحب ديفيد جدا، فبتقول له there will be a room special for you at any time you would like to visit me. أي وقت أنت عايز تزورني في أوضة مخصوصة ليك تقدر تقعد فيها. 11 After ending David's visit to Bigotti and going home, David was coldly ejected and he wasn't allowed to return to school because Mr. Murdstone said he couldn't afford it. Mr. هنا بيقول هنا بعد ما خلاص مش الاجازه خلاص خلصت، هو مش مسموح له ان هو يرجع المدرسه. ليه؟ هو بيقول له I couldn't afford it، مش قادر اتحمل المصاريف. Mr. Murdstone decided Mr. Murdstone decided that to David to London. David to London to work in a warehouse he owned with a friend of his. يعني من منظور الراجل ده ان هو he sent David to London not to learn but to work. He is a child and he had to work. To work where? In his warehouse. في الwarehouse في المصنع او في الفاكتوري which he owned with his friend اللي هو بيمتلكه مع واحد صاحبه، يعني له نص المصنع هو واحد صاحبه. فالمفروض له نص المصنع، يبقى هو معاه فلوس ولا معهوش فلوس؟ معاه فلوس. طيب بيعمل كده في ديفيد؟ he doesn't like him. Number 12 David would live with a family lived near the warehouse. Mr. Murdstone would pay for the lodging with the family but David would feed and clothe himself. يعني بيقول لك ان ديفيد هيعيش مع عيله
قريبة أو ساكنة قريب من المصنع. ديف مستر ميدوز هيدفع ثمن السكن اللودجينج مع الفاميلي، ولكن ديفيد وود فيد اند كلوز هيم سيلف، هو اللي هيصرف على أكله وإيه وملابسه. كلير؟ أيوه ماشي يا حبيبي. نبص كده هنا على الفوكابلري، أو قبل الفوكابلري الأول ندي برضو ثمن الشابتر ده. أول حاجة قلنا إيه؟ إيه اللي حصل في الشابتر؟ إن مستر ميردستون طلع ديفيد من المدرسة. يس ماشي أوكي. مستر ميردستون جيت ديفيد أوت سكول. واي؟ Because he can't afford him. He couldn't afford his school. ما قدرش على تكاليف المدرسة. تمام. Why? His mother? أو ديفيد's mother? ديفيد mother and his brother died. Died. تمام. What about the Gatti? And Mr. Mardiston and Mrs. Mardiston tell to Bigatti to go out and never come back. After Mrs. Cooperfield funeral, بعد موت أو بعد جنازة Mrs. Cooperfield, Miss Mardiston dismissed Bigatti out of the house, started Bigatti من المنزل. طيب. Did Miss Bigatti and Mr. Mardiston and Miss Mardiston pay any attention to David after his mother's death? No, they didn't. They don't pay him any attention. تمام؟ So he asked them to go to live or to visit Mr. Bigatti. طلب منهم ان هو يروح يزور Mr. Bigatti and his sister. Mr. Bigatti اللي هو اخو Miss Bigatti. ماشي يا حبيبي؟ طيب ماشي. واخر حاجه ان مستر ميردستون ديسايد ذات ديفيد ويل هاف تو ورك ات هيز وير هاوس، هيشتغل عنده فين في الوير هاوس بتاعه. اند مستر ميردستون يس ويل باي فور ذا لودجينج، هيدفع ثمن السكن. ديفيد ويل هاف تو باي فور ذا كلوزز اند ذا فود. عندي كلمه glaring، feed، dine، lame، forgive، gravely، funeral، agreeable، warehouse، lodging. Again. Jailing. Glaring. Glaring. Feed. Dine. Lame. Forgive. Gravely. Funeral. 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 Agreeable. Agreeable. Warehouse. Agreeable. Yes. Warehouse. Lodging. تمام. Infant. Overjoyed. Deaf. Blind, vacation, drone, dismiss, afford, clothe. Infant, overjoyed, deaf, blind, vacation, drone. اللي هي الهوليدية. Drone, dismiss. Dismiss, afford, clothe. Okay. The first question here. What was fearing David when he reached home? ايه اللي كان مخوف ديفيد لما وصل البيت؟ ها seeing the face of Mr. or Mrs. Mardiston. اها يبقى هو ان هو مجرد بس يشوفهم ده كان fearing him. What, but luckily he couldn't find him at home، ما لقاهمش موجودين في البيت. What was David's mother doing when he arrived at home؟ David's mother was sitting by the fire singing and feeding an infant, David's new baby brother. What did Bigatti do when David gave her message from Parks? عملت ايه لما استقبلت رسالة Parks؟ When David gave Bigatti the message from Parks, she covered her face with her apron. Apron. And laughed. She said that she wouldn't have him or anybody. Okay, and yeah, she wouldn't marry him or marry another boy. What did David's mother tell her? David's mother told Bigatti that she should marry somebody. Someday. She should marry someday. Why was that night the only happy time of David's mom's vacation? You can decide yet من الشهر اللي David خده كأجازة. That night was the only happy time of David's vacation because the next day Miss Mardiston put an end to David's during the Bigatti and his mother and his holding his brother. Tamam, thank you.
What happened when it was David's 10th birthday? When was David Linton's birthday? He was called out to class. David expected that it was a package from Bigotti. David found the headmaster wife with a letter in her hand, looking at him gravely, and told him that his mother and brother had dead. هاد دايد، يبقى كان بتقول له او هو كان متوقع حاجه، كان متوقع هديه من بوجاتي، ولكن هو لقى الهيد ماسترز وايف ماسكه معاها جواب وفي اخبار حزينه. What did David feel after his mother's death? As David stood crying. اها. وهو قاعد كان بيعيط على قبر مامته. He felt more lost and more lonely. And more lonely than ever before in his 10 years of life. What was the first thing done by Miss Murdison after the funeral of David's mother? أول حاجة عملتها إيه؟ The first thing Miss Murdison did after David's mother funeral was to dismiss Bigotti. Was to dismiss Bigotti. تمام، عندي بعد كده number 9 بيقول Why did David want to go to Bigotti's brother's home? Did Miss Murdison agree David or not? Wanted, yes. David wanted to go to Bigotti's brother's home because Mr. and Mrs. Murdison paid no attention. خلي بالك. Paid no attention to David. كلمة paid هنا مكتوبة غلط. المفروض B A I. Paid. I D على طول. B A I D. لو هي مكتوبة عندك في الكتاب صححها برضه يا طبيب. B-A-I-D. Paid no attention to David. Paid no attention to David. So David wanted to go to Bigotti to be with her and to tell little Emily about his troubles. Troubles. كان عايز يحكي لإيميلي على المشاكل أو المواقف اللي حصلت له في حياته. طيب. هنا Miss Murdison was agreeable. كانت موافقة. Miss Murdison was agreeable. رسول. Of getting David out of the house. تمام، كانت هي طبعا مستعدة وكانت عايزة تطلع ديفيد من. Why couldn't David live with Bigotti؟ ليه ما قدرش يعيش معاها؟ David couldn't live with Bigotti because she has married Parks and went off to live in Parks Net. Neat cottage. يعني هي اتجوزته وراحت تعيش معاه في الكوتج أو في البيت بتاعه. Even though Bigotti told David that there will be a special room in her house for him at any time. إن في أوضة مخصوص لديفيد في أي وقت يحب يجي. What happened after the end of David's visit to Bigotti and going home? إيه اللي حصل له بعد ما زار بيجاتي ورجع البيت؟ After ending David's visit to Bigotti and going home, David was coldly neglected. يعني كان مهمل. تمام؟ And he wasn't allowed to return to school because Mr. Murdison said he couldn't afford it. Mr. Murdison decided to send David London to work in a warehouse he owned with a friend his. ان هو قرر ان هو ما يرجعش المدرسة وقرر ان هو يشتغل في المصنع بتاعه فوسع. Well, would David live in London؟ هيعيش فين في لندن؟ David would live with a family lived near the warehouse. Mr. Murdison would pay for the loading with the family, but David would feed and clothe himself. I will not leave till I'm too deaf and too lame and too blind. أنا مش هسيبك لحد ما بقى لو حتى كنت عمي طرشة أو عرجة أو عمية. Who said this to whom? Bigotti told this to David's mother. قالت الكلام ده to David's mother, مام ديفيد. قامت قالت لها الكلام ده انت لما تقول لها ان انت هتتجوزي في يوم من الايام. Why did she say this? ليه قالت لها الكلام ده؟ Bigotti says this because David's mother asked Bigotti not to leave her then. طب ان هي ما تسيبهاش. Why did David's mother say so? ليه قالت لها الكلام ده؟ David's mother say so when she learned that Mr. Parkes wanted to marry her. تمام. Master Davy, from this day on,
There will be a special room in my house for you. Who said this to whom? We got to say this to David. When did she say so? We got to say this after her marriage to Parks. تمام. What did David do? David thanked Bugatti with all his heart and decided to go home. Okay, thank you so much, Chef. Okay, احنا كده خلصنا chapter number 4 و number 3. طيب. هو كم chapter القصة؟ هما almost 9. تمام؟ ده الترم الأولاني، ماشي يا حبيبي؟ ماشي. الترم الأولاني 9 أو 11 كمان يعني. حوالي 11 في الترم الأولاني و 11 في الترم الثاني إن شاء الله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عندك أي question يا حبيبي؟ لا. طيب نبدأ ال dictation. طب ثانية. لو عجبك الفيديو اشترك معانا على القناة ودوس سبسكرايب واعمل لايك وشير للفيديو وانفع أصحابك بالفيديو اللي انت اتعلمته وشاركه مع الناس كلها عشان تستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.